السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. المهم قبل من كل شيء قولوا لي كيف جاتني السبنية. بعدا اليوم غندير لكم ماسك بالسبنية، غنشارك معكم واحد الماسك اللي زوين بزاف بزاف ان شاء الله. تحية أمازيغية، كنتمنى يعجبكم. تحية أمازيغية وكنتمنى يعجبكم الماسك ان شاء الله. المهم غزال بصراحة، ماسك غزال 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 غزال، داكشي علاش بغيت نبارطاجي معكم. وانتم غادي تشوفوا النتيجة ان شاء الله على وجهي. انا غسلت وجهي وشنو بغيت نقول لكم، خليكم معايا ما تمشيو فين، غادي نوريكم المقادير وطريقة التحضير. وما تنساوش لي اول مرة غادي يشوفوا القناة ديالنا وغيتعرف عليها، الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ديما. وشكرا لكم، خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم البنات، هادو هما المقادير ديالنا ديال الوصفة. هنايا درت غادي ديروا شويه، المهم راني ما تديوش عليا حتى هادشي بحال هكا، وهذا طحنته ديجا، راه كنصوب لكم هذا الماسك بالزربه بغيت نشاركه معكم حيت زوين بزاف بزاف. المهم غادي تحتاجوا شويه ديال الروز غتسلقوه، ومعدنوس حتى هو غادي تسلقوه، وغادي تاخذوا المعدنوس والروز يكون معاه شويه ديال الماء وتطحنوه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هانتوما وغادي نحتاجوا معلقه من بالنسبه اللي ما كيفهموش بالنسبه للمعدنوس هو البقدونس، والروز هو الروز، خلاص باين. هذا دانون مسوس الروب او الياغورت الطبيعي، وصفار بيضه. غادي نحتاجوا هذه المقادير، انا غنخلطهم هنا كاملين. المهم البنات، بغيت نشارك معاكم حتى الفوائد ديال كل عنصر من العناصر ديال هذا الماسك، باش تزيدوا تشجعوا، باش تزيدوا تعرفوا يعني القيمه ديالهم والفوائد ديالهم على البشره. غادي نبدا مع اول عنصر اللي هو المعدنوس. بالنسبه للمعدنوس كيقلل الخطوط يعني التجاعيد ديال البشره، لحقاش هو اصلا غني بفيتامين سي وكيغذي البشره وكيحفز الكولاجين وكيشافي حتى الجروح. اي الا كانت عندك شي جروح في البشره يعني كيسرع باش كتعالج هاد الجروح، وكيساعد باش يقلل الهالات السوداء، كيعالج حب الشباب والبتور يعني النقط اللي كيكونوا عندنا في البشره، ومثلا حب الشباب ملي كيمشي وكيبقاو لنا داك البقع. بالنسبه للروز الفوائد ديالو كيعالج جفاف البشره وكيرد لنا فيها الرطوبه اللي كتكون مفقوده في البشره، كيعالج حب الشباب، كيجدد الخلايا وكيخلصك من الخلايا الميته، كيقوي الدوره الدمويه وكيفتح البشره. بالنسبه للصفار البيض كينعم البشره بواحد الطريقه رائعه، كيغلق البقع المسام عفوا المسام اللي كتكون عندنا في البشره، كيغلقها لينا وكيعالج لنا البشره الدهنيه، وكيمتص داك الزيوت اللي كتكون زايده عندنا، كيحيد حب الشباب، كيعالج انتفاخ السواد اسفل العيون، كيشد المسام، كيساعد على ازاله الرؤوس السوداء، كيأخر الشيخوخه، كيعالج الجفاف. مهم بزاف بزاف ديال الفوائد فيه. بالنسبه لدانون مسوس ما شاركتش معكم الفوائد ديالو على البشره. بالنسبه لدانون مسوس هو كيحتوي على حمض الهيدروكسيل اللي كيساعد على تفتيح وترطيب وتهدئه البشره، وكيتعتبر الياغورت الطبيعه او دانون مسوس واحد العلاج اللي زوين بزاف اللي عنده البشره جافه يعني ناشفه او لا حساسه. بالفوائد ديالو اللي فيه تاع الترطيب، عاتي غزال غزال صراحه. هذا المسوس غزال بزاف، كيرطب البشره، كيفتحها يعني، كيعطي واحد الاشراقه للبشره ما نعاود لكمش. كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك، غيعجبكم بزاف وغتعجبكم النتيجه ديالو ان شاء الله. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا انا كنعمر وجهي مزيان، خاصكم تعمروا ما تخليوا حتى شي بلاصه حتى من فمكم، كلشي غادي يستافد، وتخليوه واحد 15 دقيقه ومن بعد تغسلوه بالماء عادي. المهم كيف ما قلت لكم بلي المعدنوس زوين حتى للهالات السوداء، فلهذا انا الماء ديالو غادي نستعمل بالاستعانه بهاد لي كوطون هادو ديال العينين، غادي نعمرهم بالماء ديال المعدنوس اللي سلقت فيه، خليته حتى فتبه
وغادي ندير في وغادي ندير في هاد لي كوطون وغادي نديرهم على عيني وغادي نعس. اهم حاجه ملي ديروا هاد لو ماسك ولا اي ماسك درتوه هي انكم تكاو وديروا شي موسيقى ديال الرولاكس والسرخه وخليو الماسك باش كيخدم في البشره مزيان. وغندير هادو على عيني وغادي نعس مزيان حتى نسالي ونغسل وجهي وغادي نبان لكم ان شاء الله. المهم تكاو بحال هكا وترخاو وخليوه ما بين مدة ربع ساعة حتى لتلت ساعة حتى ينشف على البشرة ديالكم وعاد غسلوها بالماء عادي وصافي. علاش كضحك؟ لا يضحك شي انتي خصك ديري لي شوية شواغ. يلا وسير دير دابا مدة 15 دقيقة لتلت ساعة. يلا وصفة زوينة كيما قالت لي شواغ وصفات اللي كدير يا سلام حاولوا تطبقوها ماشي غير تفرجوا وتمشيو ديروا لايك وتمشيو تطبقوها باش تستافدوا حتى نتوما من صحتكم من الوجه ديالكم يتصفى ياك. شوف شنو كيدير هذا كيسفي الوجه كيحيد الحب من الشباب كيفتح البشرة كيرطب كيفتح البشرة كلشي رباعي الأبعاد وخليني غير نوصل نهضر صافي كيفرز الكولاجين باش كيكون ضد الشيك وغد التجاعيد وداكشي كيخليك ديما شباب. يعني الانسان اللي شويه كبير يخلي ديما شباب ونخليكم معايا بشويه. غسلت وجهي كنصحكم كنصحكم كيف ما قال يونس جربوا هاد الوصفه ماشي غير تشوفوا الفيديو وتمشيو لحقاش فعلا زوينه وانا متاكده غتعجبكم النتيجه وكتبان من اول استعمال. صراحه البشره كترطاب كتنقى كتعطي فيها واحد ليكلا غزاله 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 هادشي غير من داكشي اللي كنشوفو كنلاحظو. المهم انتما غادي تكونوا لاحظتوا راه قبل كان وجهي شويه كاشف كان شويه كاشف وضوشوش. المهم غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى يكون عجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتضغطوا وديروا اشتراك. انت ما تهضرش باقي ما غسلتيوش صحيح ديروا اشتراك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتبعونا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف. باي باي نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.